حكومة أويحيى فضلت اللجوء إلى طبع الأموال ورفضت كل الحلول البديلة التي تقدم بها البنك المركزي. هو ما نشره بنك الجزائر في وثيقة مفصلة تضم تقريراً لتقييم تنفيذ التمويل غير التقليدي. البنك أكد أن لجنة الخبراء التي كلفت بإيجاد حلول تضمن استمرار تمويل الاقتصاد استبعدت هذا الخيار الخطير. رئيس أسبق للحكومة سيد أحمد ويحيى يتخذ حلول غير مدروسة، ونظرا لعدم استقلالية البنك المركزي في الجزائر خلى الأوضاع تسير بهذه الطريقة، لأنه طبع النقود راح يأثر به التضخم، ومن ذلك راح يخلي قيمة النقد تنخفض. عمليات الطبع الغير قانونية اللي يستخدمها ويحيى رغم تحذيرات البنك المركزي، وهذا يعود بالدرجة الأولى قلناها إلى نوعية السلطة الحاكمة في الجزائر. ما عندهاش مبررات علمية مقنعة باش تستخدم أمور لتتماشى مع الاقتصاد الوطني في الاتجاه اللي يفيد به الاقتصاد الوطني والبلد بصفة عامة. تقرير بنك الجزائر قال إن أويحيى برر اختياره للتمويل غير التقليدي اقتداء بتجارب دول كبرى مثل أمريكا واليابان، والذي أكد الخبراء أنه لا توجد أي علاقة بين اقتصاد الجزائر واقتصاد تلك البلدان. الإجراءات المتخذة الغير قانونية، نعاود نذكرها، الغير قانونية اتخذها أحادية الجانب اللي اتخذها السيد أحمد أويحيى. البنك المركزي كان يتلقى أوامر كأن سنة القرون الماضية بالنسبة لليابان وبالنسبة لأمريكا، لذلك ما نقدروش نقبلوا قفزة نوعية أكبر منها، ما نقدروش ينطلقوا إلى النموذج الياباني أو النموذج الأمريكي الآن في الحالة الجزائرية. أنا نظن النموذج الأقرب لنا الآن هو النموذج الماليزي فيما سبق. إدانة رسمية من بنك الجزائر للوزير الأول السابق أحمد أويحيى على خلفية قرار طبع النقود، فبعد أن استطاع أويحيى فرض خياره على الجزائريين مستعملاً الأغلبية البرلمانية، ها هي الحقيقة تكشف أن أويحيى كان همه الوحيد هو تسييره مرحلته حتى ولو على حساب مستقبل الجزائريين.